نرحب فيكم في رحلة العميل مع بنك قطر للتنمية، اللي من خلالها راح يكتشف رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مجموعتنا الكبيرة من المنتجات والخدمات لإنشاء ودعم أعمالهم في كل مراحل تطورهم. ولأن مجموعتنا كبيرة، فإحنا أسسنا قسم النافذة الواحدة اللي راح ترشدك وتحدد الخدمة أو المنتج الأنسب لك بناء على المرحلة اللي وصلت لها في مشروعك، وتقدم لك الدعم الكامل في رحلتك معنا. خلونا نتعرف على واحدة من منتجاتنا، الضمين. قابلوا مريم اللي بدأت بمشروع جديد وحددت رأس المال والتدفقات النقدية. يوم من الأيام وهي تقرأ الجريدة، شافت إعلان عن الضمين من بنك قطر للتنمية اللي يقدم لها الضمانات المطلوبة للحصول على قرض مصرفي لمشروعها من البنك الشريك. زارت مريم بنك قطر للتنمية واستفسرت عن الضمين، وبعدها تم تحويلها على مدير البرنامج اللي حدد أهليتها للبرنامج، وخصص لها مدير علاقات عملاء يقدم لها المعلومات اللازمة عن الخطوات التالية والوثائق المطلوبة. يابت مريم مجموعة الوثائق الضرورية لتقديم الطلب. بعد 10 أيام تمت الموافقة على طلب مريم، وأخبرت مدير علاقات العملاء عن اسم البنك الشريك اللي اختارته علشان يرسل له بنك قطر للتنمية رسالة العرض خلال 3 أيام عمل. بعدين قدمت مريم الضمانات اللازمة الرئيسية للبنك الشريك. حصلت مريم على التمويل المطلوب، وهي تقوم بإدارة مشروعها برأس المال اللي حصلت عليه بفضل بنك قطر للتنمية.